راديو بلس بلس كون راديو. اه سي حمدي ولد الرشيد يا سلام. والله الا خدام، والله الا خدام. سي حمدي ولد الرشيد واش راك تعمل؟ لاباس عليك بخير. كي دايره؟ لاباس. فهمت. اسمح لي واحد دقيقه. هي مشكله معاك انت. شوف الحلول كلها كاينه معاك، والكلاشات كلها معاك، انت اللي غتعرف ليهم. خذ الحاج شوفوا تليفون الحاج. عاد عن السيده الله يخليك. صافي راني نصور. صافي محبوب والله الا عندك شعب يكون غترشحتي. علاش ما ترشحتيش؟ وانت بغيتي تدخليني للقياس دابا ترشح لك. واش عندك شعب؟ لا انا خليني نتكلم لي من العام ونجيك. راه انت بقعد هنا تقعد هنا نعطيك انت اللي بغيتي. صافي يلا. الله يحفظك. مدي لا لا قيوح سي حمدي ولد الرشيد. تبارك الله وصل عندك. بابا وانا بنته. هذه اختي. هذه انا بنتك الحاج. ما فيها نقاش. باش ولا نصغرك. ما فيها نقاش. ما فيها. شوف سي حمدي ولد الرشيد نقول لك خريطة بلادنا كاملة مكمولة، أنت اللي غادي تعرف ليا شي جواب. ما فيها نقاش. شي جواب لها. ما فيها نقاش. خريطة بلادنا راه كملت 75 ولا تبقى كاملين متى النفخة. أولا نقول لك واحد الحاجة سي حمدي، ياك خريطتنا في تيشيرتنا وهما مالهم؟ ها؟ هما مالهم؟ هما شغلهم. شغلهم راهم في الجزائر يقولوا اللي بقاو. شوف فراسك حنا استقبلناهم بالتمر والحليب والورد. لا هما شغلهم راهم في الجزائر يدبروا روسهم. هذا المملكه المغربيه. أيه. هي الكاينه ما كاينش هنا. حيت حنايا البلاد السلاطين. هما غير مقاطعه فرنسيه. هما ماهم كاع مقاطعه. هما راهم في التندوف. تعرف التندوف؟ والتندوف ماهو مقاطعه. تبارك الله عليك. باش تعودي عرفتيها. المهم انا شوف حيت انا بغاو يحيدوكم من هنا انتم ديما في القلب. لا ما يقدو. شوفي ما يقد يحيدنا. ما يقدو. لا فامي قيوح مشرف يعني قد حد يحيدنا. هذه عائله. موالفين ديالها. ما يقد حد يحيدنا من الخريطه. ها زيد ما يقدر حد يحيدنا من الخريطه ديالها. زيد انا كتعجبني القنابل التصريحات ديالك. لا التصريحات ديالي عادية انت عرفتيها. ولكن قنبولة زعما داك الشيء. لا 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 الله حفظنا من قنبولة. شوف قنبولة إعلامية. أنا التصريحات ديالي واضحة من قد الوحدة الترابية. أيوا لا نقاش فيها. احنا مقاربة ومغربية الصحراء لا نقاش فيها. ياك عارفة شنو هي لا نقاش فيها؟ ماذا عنها؟ لا ما يمكن حد يقول عن الصحراء ما هي مغربية، واللي بغى يقولها هو يتكلم وحده في القلب. وشوف راه عندك شعبيه كبيره، علاش ما ترشحتيش؟ ها القنبوله درتي تي مازالين باغي البركه تبارك. المرشح ديالنا الوحيد لمان العام ما كاين جوج. انا بالنسبه لي المرشح ديالي هو نزار بركات. حيت مازال شوف مازال البركه ديالو في الحزب مازال محتاجينها. شنو؟ مازال محتاجين البركه ديالو. مازال محتاجين البركه ديالو نزار بركات. تبارك الله. واسي نزار انتم كيف ما كتشوفوا الاجواء لا فامي قيوح انتم شوفوا المغرب ديال الجود والكرم ما شاء الله. لا 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 حنا رابحين غدا. خليتي خالي الصوره زيد انا معك. صور معك انتم كيف ما كتشوفوا سي حمدي ولد الرشيد. انا شوف فين ما مشيتي تيتصوروا مع الناس وداك الشيء. اسد الصحراء السبع ديال الصحراء. السبع ديال الصحراء. شنو؟ السبع ديال الصحراء. لا ما كاين مشكل. لا انت 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 اسد الصحراء. لا 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 انا واحد من الصحراء. انت بغيتي ديري لي فتنه الا قلتي عني اسد. تحمقوا على تحمقوا. لا بارك الله فيك. والله الا من قبيله وما كيساينوه. ياسين تصور معاه. قد او بالله تخلي سيدي هذه راهي ما قد ندخل عنها. هذه راهي لا يتمكنني الا دخلت عنها. صافي اسمح لي. مالي انا اش مخسر نتكلم معها؟ لا انا نتكلم معك نهضر معك اي ساعه بقيتي. ربي يحفظك. انت الاستقلال الحزب ديال الاستقلال زعما كاين شي امل يتصدم الانتخابات المقبله؟ الانتخابات الجايه 2027 26 ديال البرلمان الى راد الله حنا كاينين. خاصكم تخدموا عليها. رانا خدامين. شنو مثلا شنو كديروا؟ انا مالنا خدامين. حنا خدامين في المدن. اول نوبه بعد كاع ها هو مؤتمرنا اللي نديروه اللي يكمل الى راد الله يوم الاحد يكمل المؤتمر ديالنا.
هذه الأولى، ولا يكمل بالتوافق وبالضحك وباللعب وينتخب اللاتي وينتخب الأمين العام الجديد القادم. ما احنا ضعنا مترشحين جوج خصني نبقى ديمقراطية. لا ما نقول أنا نضالي، مترشحين جوج، لهذا انتخب الأمين العام ونبداو العمل من جديد ولجنة تنفيذية. والحزب دائما كان خدام، مؤسساته قائمة في كل مدينة من مدن المملكة المغربية. لا ما فيها باس، كاين اللي كيقول فيها باس. لا اللي بغى يقول شي باس يهضر وحده شغله. كاين اللي يقول احنا متعذبين، كاين اللي يقول احنا ما كاين بيننا عقب. امين عام قايم ولجنه التنفيذيه قايمه وخدامه، والوزراء ديالنا وسط التالف الحكومي قايم، والمنتخبات ديالنا المؤسسات في الجهات كلها قايمه، في الجماعات قايمه، التحالف ديالنا قايم، واللي ما عنده تحالف قايم حتى هو. لهذا هذه هي المؤسسات الخدامه. كيدا غادي يكون الفرح والنشاط والتضامن. لا يكون فرح والنشاط. انا اخت قلت انا غنجيب شي كاسك تجي فيه شي كروشيه شي بونيه. لا 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 ذاك التاريخ فقير ملي عادي. الى واحد جا فيه تبصيل وسط مجتمع عادي طبيعي، ولكن ذاك كامل فرحه. اما هذا ما فيه لا تبصيل ولا حجره ولا والو. كتسميوها السي حمدي كيتسمى تدافع ديمقراطي، الا ما كانش هادشي غادي شكون فيه الديمقراطي؟ دافع ديمقراطي، هذه الديمقراطيه. الحزب اليوم راكم شفتوا مترشح جوج، الامانه العامه الامين العام ديال الحزب القديم، واحد سيد مترشح ملي جديد، ومترشح لجنه تنفيذيه فيها 107. هذا كامل هي الديمقراطيه. الله وصل عندي عليك. ودابا راه رابح واحد الصوت. انا معاك دائما. انا حتى انا الى الاب نتلاقى بلاتي انت يا نشيطه وكتنشطي كل شيء. شوف اجي 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 شي دعوه لبلادنا. بلادنا الله بلاتي الله يخليك. الله يفك الله يفكنا جلالة الملك محمد السادس وينصره ويقويه ويقوي بلادنا، ويعطينا الله الشتاء ما تضر تنفع المسمي كامله، ويقوي بلادنا، وخصنا كاملين نتلاحموا ونعودوا اقوياء كنا لبلادنا. الله يكثر حسادنا. بارك الله فيك. اذا كان هذا حوار مطول حضري مع السي حمدي ولد الرشيد اسد الصحراء. هما كيقولوا علي كتعيطوا له السبع الصحراء ياك بصح اسد الصحراء. ايوا زيدوا. اذا مشاهدينا الافاضل بهذا نختم تغطيتنا لجلستها الافتتاحيه. شوفوا هذه هما المؤتمرات. عادي شي كيدفع شي هذا كما قلنا، هذا هو التدافع الديمقراطي الهانيه حريه التعبير. قلتنا قبيله تسنيناهم ما كاين مشكل، كنتمنى لهم التوفيق، وغدا ان شاء الله غادي تشوفوا كواليس اخرى حصريا ما تخافش من الضوء. الى اللقاء. Radio Plus, plus qu'une radio.